السلام عليكم أخواتي متتبعات شهوات سليمة، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. من حلويات العيد اختاريت لكم الفقاس. نبداو بالفقاس، كيجي شي حاجة اللي هي زوينة وكيجي مهوي من الداخل، يعني ما كيكونش مدقس، ما فيش الكسور. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا كاع النصائح اللي غادي تنجح لكم الفقاس وتعطيكم نتيجة زوينة. هذا الفقاس إن شاء الله غادي تكون فيه واحد النكهة خاصة، شوفوا معايا بعدا كيفاش داير. كيكون مهوي من الداخل، يعني ما كيكونش كيف كنقولوا مدقس، تيجي اكثر من رائع. هذه النكهه الخاصه اللي هي نكهه الكراميل كيجي ممتاز. خليكم معايا اخواتي من الاول حتى الاخير، نشوفوا الطريقه والمراحل ديال تحضير هذا الفقاس اللي ناكد لكم عليه انه ناجح من اول تجربه. والاخوات اللي عندهم شي مشاكل في الفقاس ان شاء الله في هذا الفيديو كاينين بزاف ديال الاقتراحات اولا بزاف ديال الافكار اللي غادي تفيدكم. خليكم معايا من الاول حتى الاخير باش نشوفوا الطريقه والمراحل ديال تحضير هذا الفقاس. هذا بسم الله على بركة الله المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الفقاس. هذا هنا عندي 5 ديال الحبات ديال البيض لان الحجم ديالهم صغير، ممكن ديروا 4 ديال الحبات ديال البيض. عندي هنايا زلافه ما عمرش ديال سكر سنيده او سكر حبيبات، زلافه ما عمرش ديال زيت نباتيه، والحجم ديال الزلافه هو الحجم متوسط. شوفوا معايا قداش الاخوات، يعني الحجم متوسط. بالنسبه للزيت وسنيده ممكن تعبروه بالكاس كيعطينا كاس ونص. هنا تقريبا واحد 10 دراهم ديال اللوز اللي مرطبه ليله كامله في ماء الزهر. كيف قلت لكم الحجم ديال الزلافه راه غير متوسط الاخوات. وهنايا عندي واحد نص كاس تقريبا ديال الزنجلان اللي محيده منه البروده، كيف كنقولوا كنصهدوه شويه في المقيله. وهنايا عندي علبه ديال الياغورت بنكهه الكراميل، وعندي هنايا ساشيه ديال الفلون نكهه الكراميل. الدقيق كيبقى على حساب الخليط ديال هذا الفقاس، غادي نشوفوا معايا كيفاش خاص الكثافه تكون عليها. عندي جوج خمارات وزن 7 غرام في الوحده، يعني بيكين باودر، ضروري من قبيصه ديال الملح باش كنعادلو بها الذوق. والدقيق كيبقى على حسب الخليط كيف قلت لكم الاخوات، وكيكون مغربل. نبداو على بركه الله. غادي نخدمو كلشي في الخلاط في اول مرحله، هكا غتجينا القضيه ساهله وهذا الفقاس ساهل. وما نقولش لكم كيفاش داير لانه لذيذ. نكهه الكراميل غادي تكون فيه حاضره. غادي ندير سنيده اللي هي كاس ونص، وهنايا البيض كيف قلت من 4 كبار حتى ل5 صغار. غادي نخدم هاد المكونات كاملين في الخلاط، يعني غادي نجانسهم مزيان في الخلاط ونرجع. بعد ما ندمجوا هاد المكونات غادي نضيف لهم هاد الفلون نكهه الكراميل، وهذا وغادي نضيف هاد العلبه ديال الياغورت، وغادي نخدم الكل عاوتاني مره ثانيه حتى كيتجانسوا. كنجيب القصريه ديالي وكنفرغ فيها هاد الخليط. هذا شوفوا معايا اللون ديالو كيفاش داير، كيجي فيه واحد اللون غزال للاخوات. سبق لي انني خدمت معكم واحد غريبه بنكهه الكراميل، وكندرنا فيها هاد المستحضر هذا ديال الفلون بنكهه الكراميل. كنضيف هاد الحبات ديال اللوز كيف قلت لكم الاخوات، انا مرطبهم في ماء الزهر. شوفوا معايا، هذه بالنسبه للاخوات خصوصا المبتدئات اللي كيتهرس لهم اللوز في الفقاس، غير يديروا هكا يا مرض، ما غاديين يخافوا من والو انه يتهرس لهم ان شاء الله. بحال هكا مباشره غادي نضيف الزنجلان تقريبا واحد نص كاس هكا، وكنبدا مباشره نضيف الدقيق بطبيعه الحال بعد ما نجانسوهم ضروري من يدينا. دابا شوفوا معايا غير هاد اللون الاخوات ديال هاد الكراميل، والخمارات ضروري ما غادي نغرب لهم هكا، وغادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنحصل على واحد العجينه اللي هي متجانسه، ما يكونش قاصح وما يكونش خفيف هكا. غادي نبقى غادا الاخوات حتى كنسالي، يعني نحصل على واحد العجينه اللي هي متماسكه، ونوريكم القياس ديالها. اللي نوصيكم عليه هو انكم ما تزعموش في الدقيق باش ما تنشفش معكم العجينه، الا نشفات ما كيكونش عندها الحل، اما الا كانت خفيفه ماشي مشكل. كتجي على هذا الشكل، شوفوا معايا بقى ما جمعتش العجينه من يديا، ولكن هذا هو القياس ديالها اللي خاصها تكون عليه.
شوفوا معايا العجينه ما فيهاش هذوك الفراغات اللي كيكونوا في وسط من العجين. بعض المرات كيكون العجين بحال نقولوا مهوي، لا غادي يكون متماسك بحال هكا. قسمت العجين ديالي لثلاثه ديال الحصص. شوفوا معايا اللون ديالو كيفاش داير، من هنا كيبان، وفي نفس الوقت كيف قلت لكم ما فيهش دوك الفراغات، يعني ما فيهش الهواء في الداخل باش ما يجيناش مطرطق. هنا غادي نجي ونبدا ندير حرابل اولا ندير بوده، وحتى اللوز ما كيخرجش منه، الا نشفنا العجينه راه غادي يخرج لينا اللوز. نديرو بحال هكا ونحطو شويه باش كترخى، ونجي لهادي. الا كانت العجينه ناشفه كنكونوا حنايا كنحربلو فيه ودوك اللوزات كيطيروا. غادي نجيب هادي عاود حتى نكملها حتى هي ونرجع، مازال غادي نحربلوه يرقق شويه. هنايا عندي بيضه طربتها بحال هكا باش كتولي خفيفه، وكتجي وكندهن بها البدنه ديال الفقاس بحال هكا من الفوق. وهنايا رقائق اللوز اولا كاوكاو ايفيلي اللي توفر لكم الاخوات، ماشي ضروري هذه المرحله، ممكن الاستغناء عليها كاع ونديرو دي بوده غير بحال هكا. كنجي درتها هنايا فوق هذا الورق باش تجيني سهله، وكنقلب عليها هاد البودانه هذه باش تلبس ليا لي زاموند ايفيلي. غادي ندير ليها غير من الفوق، ممكن انكم تلبسوها كامله ولكن الا بغيتو غير من الفوق كتكتفيو. عندي غير واحد شويه باش يكفاني، غادي ندير ليها غير من الفوق، غادي نغلب اكثر. ولا بغيتو كيف قلت تلبسوه فيه كامل ماشي مشكل، هذا الورق هذا كيعاوننا ان هاد لي زاموند يتبت عليه بحال هكا. غادي نجيب الطوا وغادي نحط فيها هاد لي بودان هادو، بعد ما نكملهم بنفس الطريقه الاخوات. الفقاس ديالي هو هذا بعد ما ساليته، اولا الحرابل ديالنا ديال الفقاس هما هادو. بالنسبه لكم الا كانت عندكم طاوه صغيره حاولوا تقسموا هاد الحرابل اولا هاد لي بوده 4 ديال الحصص. فهاد الوقيته يلا شعلت الفران، يعني ما كنكونوش مشعلينه من قبل، خاصو ما يكونش سخون بزاف، يعني الفقاس في الطياب ديالو خاصو يكون على عافيه متوسطه ناقصه مزيان باش كيطيب مزيان من الداخل وكيجي مسوس كيف كنقولوا، ما كيكونش مدقس. من الاحسن الاخوات نصيحه ان الفران يكون بسم شي شويه، حاولوا انكم تحلوا ليه البيبه ديالو غير واحد شويه باش كيعاونوا في الطياب مزيان. غادي نخلي الفقاس ديالي حتى كيطيب ونطلقه ان شاء الله باش نوريكم كيفاش كنغطيه اولا كيفاش كنحتفظ به باش ملي كنبغيو نقطعوه باش يطيب المره الثانيه ما يخرجش لينا الكسور. الفقاس ديالي هو هذا بعد ما طاب كيف كتشوفوا معايا الاخوات، ضروري اننا نطيبوه مزيان حتى كينشف مزيان. شوفوا معايا من الجهه السفلى كيفاش داير بحال هكا، كنحسوا به بانه طاب، كنبقاو ندورو في الطاوه ديالنا حتى كيطيب مزيان، وكنهبطوا للجهه السفلى باش كيكمل الطياب ديالو. كتشوفوا معايا في هاد الشقات هادو، بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش هاد الشقات انايا حتى دخلته عاد نسيت، كتقبوه بكوردون بحال هكا ولا داك القطيب ديال الشواء، تقبوهم واحد ثلاثه ديال التقبات ما كيتشقوش. بالنسبه ليا انا ماشي مشكل، كيعجبوني هاد الشقات هادو ديال اللي كيكونوا في الفقاس كيف قلت لكم. الا ما بغيتوش غادي نتقبو ثلاثه ديال التقبات بحال هكايا في كل بوده. غادي نجيب المنديل ديالي بحال هكا، ما كيكونش مبلل ما والو. كيف شفتوا معايا الاخوات غطيته بمنديل كيف قلت لكم ما مبللش، بدا الاذان وانا حبست. كنجيب بلاستيك غذائي ولا القلع ديال الطبله، عندي هاد القلع مخليه خاص لهاد الفقاس بحال هكا، وكنلف عليه هو والثوب في نفس الوقت، يعني بحال اللي غادي نجمعوا باش الصهده ديال هاد الفقاس اولا هاد الحرابل كيرجعوا عليه. غادي نخليه الا صايبتوه في العشيه خليه حتى اليوم الثاني، ولا صايبتوه الصباح في العشيه كتبداو تقطعوه بدون كسور بدون اي حاجه ولا شي مشكله. ان شاء الله غادي نخليه حتى كيرتاح مزيان ويرطب وندوزو نقطعوه مع بعضياتنا. الفقاس ديالي هو هذا بعد ما برد، للامانه انا ما خليتوش الاخوات بات ليله كامله اولا من الصباح حتى العشيه باش نكمل مراحل التصوير، خليته تقريبا واحد ساعتين محطوط على جنب، وجيت كنقطع فيه ما كاين فيه لا كسور لا والو. غادي نقسم هذه على جوج بحال هكا شوفوا معايا، وغادي نبدا نقطع. يكفي يكون عندنا واحد السكين اللي هو ماضي او لاموس ماضي بسم الله، وكنبدا نقطع فيه بحال هكا. نتمنى يكون تيبان لكم.
هادو القشيرات ديال داك لي زاموند ايفيلي، كتشوفوا معايا ما كاين فيه لا كسور لا والو. الى عندكم الوقت خليوه هيبات ليله كامله، خصوصا الاخوات المبتدئات اللي كيكون عندهم مشكل في الفقاس. شوفوا معايا كيفاش داير، كيجي على هاد الشكل، يعني ما فيهش الكسور نهائيا. وكنبقى نستفو في الطاوه ديالي، غادي نقطع معكم هذه حتى الاخر ديالها، يعني هذوك الاطراف اللي كيكون فيهم مشكل. شوفوا معايا كيكونوا قاصحين، خاصنا نطيبوه من الداخل مزيان الاخوات حتى الاخر الطرف، وكيكون على هذا الشكل ما كاينش كسور نهائيا. غادي نكمل بنفس الطريقه الاخوات حتى كنسالي الكميه اللي عندي ديال الفقاس، كنستفهم في الطاوه بحال هكا وكندخلهم يطيبوا. بالنسبه للطياب كاين اللي كيطيبهم في الفران، يعني من الجهه الفوقانيه وكيبقى معاهم شويه حتى كيتحمروا كيعاود يهبطهم، كاين اللي كيحمروا غير من الجهه السفلى يعني حتى كيتكرمل. انا غادي نطيبه ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو. كيف شفتوا معايا اللوز كيتقسم على جوج بدون اي مشكله بدون كسور. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا بعد ما حمرناه، تيجي على هذا الشكل. الدوره الاخوات ديال الكراميل ما كيكونش شي تغيير في المذاق، يعني الكراميل كيعطيه واحد اللون موحد ان شاء الله غادي يعجبكم في الطياب ديالو، كيجي فيه واحد اللون موحد. هذا الفقاس ما درناش فيه الزنجلان عفوا النافع وحبه حلاوه، غادي يبقى فيه مذاق موحد اللي هو يا ديال اللوز وديال الزنجلان. كنتمنى فعلا ان الاقتراح ديال هذا النهار ينال استحسانكم، وانكم تكونوا خديتوا شي افكار اللي غادي تفيدكم في تحضير الفقاس. كيجي على هذا الشكل الاخوات كيف وريته لكم من البدايه، شوفوه معايا كيفاش داير. وبالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ ديالو اولا الاحتفاظ به، ممكن انكم ديروه اللي ما بغاش يقطع هذه الكميه كامله، كتاخذ واحد البودان كتلفوه في بلاستيك غذائي وكديروه في المجمد، الوقت اللي بغيتوه كتجبدوه وكتقطعوه وكتحمروه، كيبقى المذاق ديالو زوين وحتى النكهه ديالو اولا الريحه ديالو كتكون عاطيه في الدار بحال اللي يلاه صايبته الفقاس. كنتمنى فعلا الاقتراح ديال هذا النهار يكون نال استحسانكم. اي سؤال اي استفسار خليوه ليا في التعليق، مرحبا الف مرحبا، انا رهن الاشاره. خليت لكم الراحه، في امان الله الى فيديو قادم إن شاء الله.